السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم مايار. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أفضل الأحوال. في فيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم تحلية ملكية بأربع طبقات بجوج نكهات، كتجي لذيذة بزاف، سهلة وسريعة التحضير، منظرها زوين بزاف واللوينات ديالها كيجيو متناسقين. فكنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وتابونوا في لاشين الى عجبكم المحتوى وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم مع تتمة الفيديو، فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو يطر ديال الحليب، غادي نضيفو له 5 المعالق كبار عامرين ديال النشا مع 5 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، غادي نضيفو 3 المعالق كبار ديال الكاكاو. من الافضل تستعملو نوعية جيدة بحال اللي كيتباع في العلب. غادي نخلطو بارد في بارد مزيان حتى يندمجو المكونات مع بعضياتهم. ضروري تأكدوا أن الكاكاو تحل في الحليب، ممكن أنكم تصفيو الخليط هكا باش تتفاداو أنهم يكون عندكم تكتلات في الخليط ديالكم. مباشرة غادي نرد المكونات على النار ونكملو بقية التحضير. بالنسبة للكمية ممكن تقسموها على جوج، أنا استعملت كؤوس تقديم كبار، تقريبا الكاس كيهز 220 مليليتر. ممكن أنكم نتوما تستعملوا نصف لتر فقط ديال الحليب مع جوج معالق ونص ديال السكر سنيدة وجوج معالق ونص ديال النشا، والكاكاو تستعملوا ملعقة ونصف فقط. فهنا كيف ما كتلاحظوا في الأول كيكون الخليط جاري، مباشرة بعد مرور واحد 3 دقائق كيبدا يتقل الخليط نوعا ما وكيلصق معنا في الفوين كيف ما لاحظتوا. فضروري ما تبقاو تتحركوا، حنا هنا ما دايرينش الفلون اللي غادي يطلع فيه الغليه، بل دايرين النشا. ضروري خصكم التحراك المستمر باش ما تكونوش عندكم كتل وباش التحليه ديالكم تجي ليس، يجي فيها واحد القوام كريمي ما تجيش مجلده. كيف ما كتلاحظوا هنايا الخليط بدا كيتقال، بديت كنحصل على القوام المطلوب. كنستمر بالتحراك دائما على نار متوسطه الى هادئه، ما ديروش العافيه مجهده، راه غادي تكتل لكم الخليط ويولي كتله واحده. فانايا مباشره غادي نطفي عليه النار ونكملوا التحضير. واخا خارج النار كنستمر بالتحراك حيت الخليط كيكون باقي شاد السخونيه، وغادي نبدا نضيف باقي المكونات. انا غادي نحتاج تقريبا 50 غرام ديال الشوكولا غيش، عندي هنا الشوكولاط بالحليب، ممكن تستعملوا الشوكولا نواغ. فدائما التحليات اللي كيكون فيهم النشا اولا الكريم باتيسير خاصه صراحه النشا، الا بغيتوا تردوا فيهم واحد لوغو اللي كيكون زوين بزاف بحال لا كتاكلوا شي حاجه اللي غاليه وعندها قيمه اكثر وغيش في لوغو ديالها، ضيفوا هاد الشوكولاط اللي كيكون غيش. تقريبا عندي هنا 5 دراهم كانت كافيه، وغادي نضيف معها علبه من دانيط بالشوكولاط. ممكن انكم تعوضوه بملعقه صغيره ديال الزبده، غير هو هاد اليوغورت بنكهه الشوكولاط كيزيد يعزز لنا المذاق ديال الشوكولاته. بالنسبه للطبقه الاولى غادي نستعمل هاد الصابلي اللي بالنكهه ديال الكوك، ممكن تعوضوه باي نوع صابلي متوفر عندكم، كما ممكن تعوضوه باي كيكي الا كان عندكم تفتوه وتوضعوه كطبقه اولى. وغادي نستعمل هاد الكؤوس، هما اللي عزيزين فيهم كيف ما كتشوفوا الحجم ديالهم كبير. فهنا استعملت 3 د العلب باش وضع ديك الطبقه في الاسفل. غادي نحاول انني نوزعها، وكناخذ كاس اللي غادي يكون الحجم ديالو صغير باش نضغط ديك الطبقه واحد شويه باش تبقى في المكان ديالها ملي نصبو فوقها الطبقه الثانيه. فمن الافضل هذه العمليه تقوموا بها قبل ما تحضروا الطبقات الكريمه حيت هي كتجمد وكتشد راسها. هنا كنديرها في واحد البوش جو طابل وكنحاول انني نوزعها، ممكن انكم توزعوها بالمعلقه، كيف ممكن ديروها في شي اناء اللي سهل انكم تخويو به طبقة كيف ما قلت لكم حيت دغيا كتجمد وكتشد راسها. كنحاول نوزع كميه منها تقريبا نصف ديال الكؤوس. ممكن تضيفوا حبيبات من الشوكولاتة أو الشوكولاتة محكوك في هاد الطبقة باش تزيدو تغنيو داك المذاق ديال الشوكولاتة، ومباشرة للتلاجة. بالنسبة للطبقة الثانية غادي نحتاج هنايا 250 مليلتر ديال الكريمة السائلة، وغادي نضيف لها جوج معالق كبار من هاد الكراميل المحضر منزليا، ممكن تعوضوه بالحليب محلى المركز د الكراميل، كيف ممكن أنكم تعوضوه بواحد العلبة أو جوج العلب من يوغورت بنكهة الكراميل. كيف ممكن أنكم تبدلو هاد الطبقة، تعوضوها بمذاق الحامض او مذاق البرتقال حتى هو كيتمشى بزاف مع المذاق ديال الشوكولاته. فهنايا كيف ما كتلاحظوا كنضيف جوج المعالق، وغادي نطرب المكونات مع بعضياتهم. فهنايا الكريمه غادي نطلعوها ميمونتي، يعني نص طليعه، ما خصهاش تكون عاقده يعني بحال الشونتي، الا غنطلعوها غير نصف طليعه. غادي نوريكم القوام منين غادي ناكلوها، غادي تجينا ليس وتجي زوينه في القوام ديالها، تكون كريميه. لا خليناها حتى ولات شونتي غادي تكون لنا فيها واحد الحبيبات، وغادي تجينا ثقيله في الماكله ديالها، او التحليه غادي تكون كتقهم بزاف. فضروري انكم تطلعوها نصف طليعه بهذا القوام كيف ما كتلاحظوا،
كتكون باقا واحد شويه جاريه ولكن في نفس الوقت يعني ماشي سائله. فهذا هو القانون المطلوب. ممكن ان يعني كطيح بسهوله من الباتور مباشرة. غادي نوضعها حتى هي فواحد البوش ونوضعها فوق الطبقة الأولى من بعد ما كتكون بردات واحد شوية وشدات راسها. غادي نوزعها في الكؤوس. فضروري هاكي هاد لي بوش جوج طابر كيكون الثمن ديالهم جوج دراهم ولا درهم ونص. كيعاونو بزاف هاكي فاش تكونو كتوزعو التحليات ديالكم. كيف ما عندو بزاف الاستعمالات أخرين صراحة كيساعد في الخدمة. فحتى الطبقة ممكن ديرو لها عدة إضافات كالمكسرات بحال اللوز أولا القرقع. ممكن إضافة قطع من البسكويت اللي وضعنا في الطبقة اللي في الأسفل باش تزيدو تعطيو واحد القرمشة للتحلية ديالكم. تخليو قطع صغار هكايا كيبقى على حسب الاختيار. فهنا بعد ما ملأت الكؤوس ووضعت فيهم كمية من الكريمة كناخد واحد الملقة صغيرة كنحاول أنني نقاد الوجه ديال التحلية باش يجي مقاد حتى لو وضعنا طبقة أخرى غادي تمشي بكل سهولة. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نضيف كميه من الكراميل نفسه اللي وضعنا مع الطبقه الثالثه مع لاموس الكراميل. ممكن انكم تستغناو على هذه المرحله كيف ممكن انكم تعوضوه بالغناج نتاع الشوكولاته اللي كنحتاجو فيه الكريمه مع الشوكولا. كندوبوهم على حمام مائي اولا كنسخنوا الكريمه ونرميو فيها قطع نتاع الشوكولاته غير تبرد واحد شويه ونوضعوها كطبقه اخيره. كيف ممكن انكم تستغناو يعني على هاد التزيين بهاد الطبقات تكتفيو بالطبقه ديال الموس نتاع الكراميل. كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب الابداع نتاع كل سيده ممكن انكم تضيفوا طبقه اخرى. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم انني نكون فدتكم في هاد التحليه. صدقوني كتجي لذيذه بزاف واحد المذاق اللي رائع كنخرجوها هكايا شويه من المألوف ومن المعتاد. فهاد التحلية ممكن انكم تقدموها كتحلية جماعية ايضا لمبغيتوش ديروها في كؤوس فردية. فكيبقى لكم الاختيار وكيف ما كتلاحظوا كتجي لذيذة بزاف مع اللكة والتناسق بين المذاق الكراميل والشوكولاتة. يا سلام بالنسبة اللي يسولوني على الحلاوة فكتجي الحلاوة ديالها موزونة ما كتجيش كاع فيها حلاوة او لا فيها الحلاوة بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. والصراحة انا ما تفكيتش معها حتى ساليت الحصة ديالي كاملة حيت لذيذة بزاف. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. تلقوا فيديو جديد دائما على نفس القناة على ميار. استودعكم الله.